دلوقتي على التليفون دكتور علاء ياسين، أستاذ الموارد المائية جامعة الإسكندرية. دكتور علاء، مساء الخير. هذه الزيارة يا دكتور علاء لطبعا قداسة البطريرك ميتاس الأول، بطريرك أثيوبيا، على رأس طبعا وفد رفيع المستوى للرئيس عبد الفتاح السيسي. كيف تقرأ هذه الزيارة؟ وهل ستستطيع هذه الزيارة أن إلى حد ما تلطف الملف المصري، ملف مياه نهر النيل المصري بالنسبة لأثيوبيا؟ والله طبعا احنا كمصريين بنرحب بهذه الزياره وباي زيارات شعبيه او تنفيذيه من اثيوبيا الى مصر، وبالعكس بنرحب بها لتوطيد العلاقات ما بين الشعبين، لا شك في هذا. لكن طبعا برضو بالنسبه لانها تنظف ازمه المياه، انا مش متاكد يعني هل الملف ده كان مفتوح، لان طبعا هي زياره هو لي النشاط الديني، لكن الموضوع المياه يمكن بعيد شويه. لكن لا شك انها بتوقف العلاقات ما بين الشعبين. وبرضو احب اضيف ان احنا في مصر، وانا بتكلم حضرتك كمستشار لمعالي وزير الموارد المائيه المصري لشؤون السدود ونهر النيل، نعم احنا يهمنا وبنرحب بالتنمية في أثيوبيا، لكن بدون حدوث أضرار على التدفقات المائية لمصر، لأن نعم. نهر النيل هو المورد الوحيد للمياه في مصر. فدي تبقى نقطة مهمة جدا، وإحنا طبعا لينا شواغلنا بالنسبة لصد النهضة. إذا كنت حضرتك بتحاولي تسألي حواليه، نعم. لأن إحنا طبعا في مصر إحنا مش موافقين على الارتفاع الكبير المبالغ فيه لسد النهضة، وساعة التخزينية الضخمة التي ليس لها مبرر فني. وبنرى ان المفروض هذا الارتفاع وهذه الساعة تنخفض لتحقق الأهداف الأثيوبية، وفي نفس الوقت لا تحقق طب أضرار. حضرتك شايف دكتور علاء ان بالامكان ان احنا نسعى لاقناع الطرف الاثيوبي لتخفيض هذه الساعه اللي بيتم ملئها الان لخزان السد يا فندم؟ هل شايف ان احنا بالامكان ان احنا نتحدث في هذا، ولا ده خلاص شيء فات اوانه وتم بالفعل انشاء المشروع على هذه المقاييس اللي اعلنوها؟ لا، هو حضرتك قلتي، حضرتك بتقولي ان بيتم التخفين. لا، ما بيتمش التخفين، ما السد ابتدوش لسه لحد في دلوقتي في مرحلة. عملية لا 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 نعم. لا، السد لسه في أمال مراحل. اللي هيبتدوا إمتى يا دكتور علاء؟ لا لا، لسه التخزين مش قبل 2016. ده بالنسبة للتخزين، لكن هم بيبنوا في السد الجاري اللي هناك في السد، وهناك خلاف موجود طيب داخل خلينا الأثيوبي. متفقين ان هما دلوقتي يعني اطلقوا كده بعض الارقام، ان المفروض ساعة الخزان تبقى من حوالي تقريبا 74 يا فندم، مش كده تقريبا؟ 74 مليار متر مكعب. تمام. طيب يعني هم دلوقتي اطلقوا ان انا هاخد كذا، هاخد ده وهعمل منه عملية التخزين للمياه علشان اولد بعد كده بيها الكهرباء. هل باستطاعتنا ان احنا نحرك هذا الرقم قليلا؟ لان زي حضرتك ما بتقول هو رقم مبالغ فيه. بالظبط، ده احد اهدافنا ان احنا نحرك هذا الرقم ونقلله. نعم. ليه بقى كمان؟ لان هذا السد بهذا الارتفاع هو في واقع الامر، وده باعتراف الاثيوبيين نفسهم والكثير من العلماء المصريين وغير المصريين، ان هذا السد ارتفاعه مبالغ فيه، وهو سد غير اقتصادي، ولن يولد الطاقه الكهربائيه المعلنه اللي هي 6000 ميجا وات، لن يحدث هذا. نعم. فهو يقدر يخفض ارتفاع السد، وبالتالي يخفض سعته التخزينيه، ويولد تقريبا نفس الطاقة اللي هيولدها السد الكبير ده. فهذا السد ليس له مبرر فني، ده اللي احنا بنقوله، وليس ومش اقتصادي. فعلشان احنا نقدر نتعاون، لكن احنا ما احناش ضد التنمية، ما احناش ضد ان اثيوبيا تبني سدود لتوليد الطاقة الكهربية، لكن ما تعملش مشاريع تؤثر على التدفقات المائية اللي بتوصل مصر، ما تأثرش على الطاقة المولدة من السد العالي. طيب
دكتور علاء، في طبعا خطاب الرئيس وخلال لقائه طبعا بالوفد الاثيوبي شدد على اهميه اتخاذ اجراءات عمليه تحيل التوافقات السياسيه الى مرجعيه قانونيه بتحفظ حقوق البلدين وبتهدف ايضا كمان الى تامين مصالحهما وتعزيز التعاون المشترك فيما بينهما. ده نص كده جاي في سياق الخبر، يعني ايه يا فندم؟ يعني شايف ايه من خلال هذه الجمل يعني؟ هقول لحضرتك، يعني لا يكفي التصريحات الاثيوبيه اللي بتحاول تطمن الجانب المصري شفويا. نعم. بيتقال احنا لا احنا مش معقول نسبب ضرر لمصر، ده شيء غير وارد. لازم الكلام ده يترجم الى اتفاقات ما بين البلدين. نعم. يبقى ليها الصبغه القانونيه التي يتم احترامها. خلي بال حضرتك من حاجه مهمه جدا. اثيوبيا لغايه النهارده لا تعترف بحصه مصر اللي هي 55.5 مليار اللي هي تم تحديدها سنه 59 في الاتفاق ما بين مصر والسودان. نعم. اثيوبيا لا تعترف بكافه المعاهدات والاتفاقيات الدوليه اللي من سنه 29 1929 وما قبلها وما بعدها. نعم. فعشان كده الرئيس السيسي بيتكلم على يبقى في نواحي اتفاقات قانونيه يتم فيها صياغه التطمينات الاثيوبيه وانها لن تضر بالتدفقات المائيه اللي بتوصل مصر. نعم. دكتور علاء ياسين، استاذ الموارد المائيه جامعه الاسكندريه، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا.